قطاع الأشغال العمومية والنقل بالمقاطعة الإدارية جانيت عزز بعدة مشاريع هامة كانت محل معاينة وزير القطاع عبد الغني زعلان في زيارته للولاية، أين دشن الشطر الرابط بين جانيت وتينالكوم لطريق الوطني رقم 3 على مسافة تقدر ب 200 كيلومتر، وتدشين الطريق الجديد الذي يربط جانيت بالمنطقة الحدودية لدمة، بالإضافة إلى شروحات تتعلق بالطريق الوطني رقم 55 بين برج الحواس وولاية تمنراست. ينطلق بمحورين، واحد في اتجاه دولة ليبيا في اتجاه دولة النيجر، على مسافة 180 كيلومتر، وهو الطريق الوطني رقم 3 ألف، كان 80 كيلومتر مخدومة، وزدنا 100 كيلومتر جديدة لتوصلنا إلى حدودنا مع ليبيا. هذا الطريق بفضل برنامج اللي أقره فخامة رئيس الجمهورية، أكثر من 3 مليار دينار جزائري عبر خماسيين، 3 مليار دينار جزائري سمحت لهذا الشريان اليوم انه ما يكونش عنده مشكل طريق في مواصفات جد عالية. مطار زرزيتين الدولي بإنا مناس كان المحطة الثانية لزيارة الوزير، أين عاين مشروع إنجاز المدرج الجديد للطائرات. المشروع الذي سيسلم في أواخر مارس الجاري سيمكن المطار من استقبال مختلف أنواع الطائرات. لأن عنده 3 مطارات، من تدعيم هذه المطارات أولا بمدرجات جديدة يعاد الاعتبار لها، وكذلك بمدرجات لوقوف وتوقف الطائرات، نظرا لأن هذه المطارات تاع ولاية إليزي خصوصيتها أنها مشتركة بين الدفاع الوطني والمدني، النقل المدني. وبهدف إيجاد فضاء مناسب لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة، عين السيد الوزير مشروع المحطة الجديدة البرية لنقل المسافرين، مشروع سيساهم في ترقية خدمات المرفق العمومي مستقبلا.